سلام، كداري لاباس عليكم؟ شتعاودو وصباح الخير، وشكرا ليكم، شكرا للقنوات واختي رجاء والناس اللي معايا والجزائريين، كنا خاوة خاوة ما كنا عداوة. شكرا شكرا لكم، وان شاء الله تكملوا معايا الفيديو ان شاء الله. مازال شنو نقول لكم؟ يقبلوا عليا وصافي. تنبغي ندير فيديوهات باش ان شاء الله تطلع شويه القناه بشويه بشويه. شكرا الناس اللي دخلوا جداد من تيك توك، شكرا الناس اللي واقفين معايا ومساندين. الله يسعدكم في الدنيا والاخره، والله يفتح عليكم باب ما فيها بواب ان شاء الله. وعندي لكم فيديو ديالي ملي كنت مريض قبل بالسرطان، شوفوا حالتي كيف كنت. تتشفي العدا، الناس اللي ما عرفونيش قبل بغيتكم تكملوا معايا الفيديو كامل ان شاء الله، وتشوفوا الحالك اللي كنت فيها نهار الاول، وتشوفوا العذاب اللي دوزت، والتكافيس اللي دوزت، والمعاناة اللي دوزت، والقهرة اللي دوزت. منقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ايوا ان شاء الله، باش ان شاء الله ناخد الشوط مناعة. هادشي اللي نقدر نقول لكم، الله يستر لكم امور، الله ينور طريقكم، نوروا واحد الطريق. واحد الجزائرية تا هي مسكينة ديما معايا، وخوتي المغاربة من خارج الوطن وداخل الوطن، وما تسابقوش باش تكملوا معايا الفيديو تشوفوني كيف كنت نهار الاول. مي تنقول الحمد لله، ماشي بحال نهار الاول لدابا، دابا شوية الحمد لله. السيدة اللي هلكاني نقول الحمد لله. يلا ما تسابقوش، ونهاركم مبروك وجمعة مباركة، والله يدخل عليكم باش ما تمنيتي. ما تزعبيش باش تكملوا معايا الفيديو تشوفوني كيف كنت، باش الناس ينقصوا شوية من الهضرة عليا، راني مريض عالم بيا الله وقارني الوقت. بلا بنادم ما بقى يزيد في الهضرة ويزيد في المعاني وحشية الهضرة، انا اللي فيه يكفيني والحمد لله. لما قدرتيش دير شي خير لهذا، قولي كلمة طيبة احسن شيء. هادشي اللي نقدر نقول، وشكرا شكرا. وما تزعبيوش، خليو معاكم باش تكملوا معايا الفيديو كامل ان شاء الله، وشكرا ليكم، انا معكم. هادي فيديوهات علاش بغيت نحطهم القدام، باش كلشي يشوف كيف كنت ملي كنت مريض بالسرطان، وتشوفوا هاد الفيديو، تشوفوا حالتي، شوفوا القهر اللي دوزت والمعاناة اللي دوزت، باش بنادم يحس. الناس اللي يدخلوا جداد باش يعرفوا عبد الأحد شكون هو، هي علاش درت هاد الفيديوهات باش يشوفون كلشي. يلا تبعوا من الاول حتى الاخر، وكلشي يكمل هاد الفيديو. مرحبا بكم، شكرا. وغنحط حتى الوراق ديال الطبيب ديالي وكلشي ديالي في هاد الفيديو كامل، والسيده النيت اللي جات عندي للطبيب وفايت نسبت عليا تا هي نحطها في وسط الطبيب. ملي كنت نعاني في مراكش وتنتكرفس وما تنصب الحنين للرحيم، كان ما درتش هاد القناه باش نوقف شويه وتنعرف الناس، كان ما عمري تعرف. من الحمد لله ربي كبير. يلا كملوا معايا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا حالتي كيف كنت. من الحمد لله تنقول اللهم لك الحمد، بقات السيدة هنا تنعاني معها الحمد لله. السلام عليكم، كي دايرين؟ شتا عاودو؟ أنا عبد الأحد، أنا جيت مرض مزمن حمد الله وشاكر عليه، وتموت بعرق بعرق الحمد لله. اللي جات من عند محبابة هذا ابتلاء مع سيدي ربي، دعوا معايا قال ما بغيتوش تعاونوني دعوه معايا. اي واحد يمرض، اي واحد يبقى في اللي وقع، على حمد الله وشاكر على مرضي اللي وقع فيا. اليوم بديت الحصة شوميو، تنتقطع بعرق بعرق،
الحمد لله أدبت لهم عن صدار الدين. أنا طلبت منكم بس المساعدة، قال لي ما بغيش يساعدني إذا ما يبدأ عوز بيني. كل شي فعيد انتي ما عرضوش نعيش ولا نموت. الحمد لله هذا كونسير جاو عيفوت ما عاد، لا بغى الله يديني ولا بغى الله يخليني. تفضل منكم يدعوا معاي، ما بغيت والو. انا نقدروا كلنا درنا اغلاط في حياتنا، الله يسمح لنا على كل حاجه اي واحد دارها. انا تنترجم عند صحابي علاش درت هاد اللايف، يدعوا معاي. انا ما مهت والو، كنت باغي والو من الدنيا، باغي سيدا ربي ورجع سيدا ربي. اما كلشي فايت، لا فلوس لا مال، تتشوفي وجه الله. الحمد لله هذا ابتلاء عطاني الله كونسر وتنداو عليه تنتدب، والحمد لله هذا عذاب الله ماشي عذاب العبد. انا تنتمناكم ترجعكم تدعوا معي وتطلبوا لي المغفرة اي حاجة درتها في حياتي، لا اي واحد الأمة محمد. انا درت هاد اللايف حيت وحشكم كاملين وبغيت يهضروا عليا صحابي كاملين، وتنتأدب بعرق بعرق والحمد لله. اللهم لك الحمد، تنحمد الله ونشكرو. أجل خاطري عندي لاشيميو صعيب بزاف، عندي يوم بزاف. الحمد لله هذا عذاب من سيدا ربي ماشي من العبد. أنا تتمنىكم يدعوا معاي ويكون لنا الميلوفون ديالو زوين، ما يأذيش الناس. خا تأذي نفسك ربي تيغفر، ما تأذيوش الناس. سمحوا لي بزاف علاش درت اللايف، وتنتمنى لكم نهار موفق. ولا شيميو اي واحد يقدر يديرو، اي واحد يقدر يكون مهدد بهاد الكونسير. الحمد لله انا ما طلبش المساعدة المادية، كنت طلبت المساعدة المادية، نصبت الناس محسنين وقفوا معايا تعاملوا معايا داروا معايا زوين خلصوا لي كل شيء. انا ما درت والو، هذاك اللي درت لايف ديريكت تقهرت عييت مليت. والحمد لله قدمت لهم عند سيد ربي، اللهم لك الحمد. واللي شاف هذا الفيديو بارطاجيه صحابي كاملين، بارطاجيه ما عرفت واش نموت ولا نحيا، وبالحق قدرة الله ربي اللي تيه ترزق. والحمد لله قدمت لهم عند سيد ربي، درت لايف ما شكونش يشوفني، انا تعددت من صغري حتى لكبري. والحمد لله أدبتي لما تسيد عبدي. أنا مغربي وتكرفس من صغري حتى لكبري، والحمد لله أدبتي لما تسيد عبدي. وتنموت عليكم كاملين، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما خدامش الله يسهل عليه. وتنتمنى لكم تفوق كاملين، أي واحد يمرض أي واحد يجي كونسار أي واحد. الحمد لله أدبتي لما تسيد عبدي ولا طهلي. أما العبد ما عنده ما يعطيك، كي الله واللي برسول الله. وتنتمنى لكم توفيق بزاف، وما عرفت أنا تنتدب بارخ بارخ. الحمد لله وشاكرو أدبتي لما عن سيدة ربي. والكونسر أي وقت يجي، اللهم لك الحمد. تنتمنى لكم دعوا معي صافي، هادشي نتمنى لكم، تنموت عليكم كاملين. وشكرا، الله يصبحكم على خير. وان شاء الله دعوا معايا بدعوة، ما بغيت والو. الدعوة الزوينة هي كلشي، اللهم لك الحمد. هادشي نتمنى، والله يشافي أمة محمد، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما خدامش الله يسهل عليه. وربي كبير، ما تتشد باب تتحل مئات باب. واللي شاف هاد الفيديو بارطاجيه، انا ولي عبد الاحد اللي تعذبت من صغري حتى لكبري وماشي لخاطري. الحمد لله هذا ادب من عند الله ماشي العبد اللي عطاه لي، بل ادب من عند الله ابتلاء. اي واحد يقدر
رغم كان مخفي على الذنوب هادشي تنقول وسمح لي بزاف الله يسبحكم على خير الله يجعلكم كلكم جنة ويشافي أمة محمد واللي ما خدمش الله يسهل عليه ونتمنى لكم التوفيق بزاف وراكم عزازين وغاليين دعوا معايا وبس نتمنى لكم التوفيق الله يجعلكم كلكم أهل الجنة كلكم أهل الجنة هادشي تنتمنى لكم وسمحوا لي بزاف لا دور نجيسكم تنموت عليكم كاملين الله يهنيكم الله يصبحكم على خير والحمد لله شكرا الحمد لله ابتلاء من سيد ربي اللهم لك الحمد اي واحد تيمر بكونسا سرطان اي واحد يقدر يجي مي انا جاني خايب بزاف هلكني وتنحمد الله ونشكره اللهم لك الحمد الحمد لله تنتمنى لكم التوفيق على يدو معي بغيت منكم والو بغيتكم يدو معي صافي ما عرفتوش نعيش ولا ما نعيش علم بي الله والحمد لله عدبتي لما انسي لالك تنتمنى لكم التوفيق كاملين اسمحوا لي الله يسهل عليكم الله ووالديكم السلام عليكم الله يرزقكم الصبر الله يسهل على أمة محمد ويشافي أي واحد ويسهل على أي واحد السلام عليكم سمحوا لي بزاف سبا نهدا انا عندي ثلاثه الامراض عندي الله انتني ومكرفش معايا